السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد الرحمة المهدى وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في هذا المؤتمر، وأن يجعل هذا الجمع منظورا بعين الرحمة والعناية والفتح والتوفيق. وكم كنت أود أن أحظى بشرف الجلوس بينكم، غير أن أمورا تعلقت بارتباطات سبقت قد حالت بين الفقير إلى الله عز وجل وبين حضور هذا المؤتمر. الحديث عن تطبيق السنة النبوية الشريفة في مختلف المجتمعات، لا سيما في المجتمع الذي يعيش فيه المسلمون في بريطانيا وغيرها من الدول التي يكون فيها المسلمون أقليات. الأصل في هذا الباب الاعتناء بثلاث نقاط. النقطة الأولى المحبة، ومنها يكون البدء. والنقطة الثانية العلم والوعي، وهي مصباح الطريق. والنقطة الثالثة اليقين، وهي نور الثبات. أما المحبة فإن محبة الله عز وجل ومحبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هي الباب الأصلي في الانتهاض نحو الاتباع. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمعراج القلب إلى نيل محبة الله والتحقق بمحبته لله هو متابعة حبيبه ومصطفاه. ومحبة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إذا أشرقت أنوارها على جنبات القلب أخذت بكليات هذا القلب نحو المحبوب، فصار من شأن هذا التعلق أن يهوى القلب كل ما له صلة بالمحبوب من قول أو فعل أو حركة أو سكون بغير تكلف، إنما بدافع المحبة والتعلق. وهنا يكمن الفرق بين من يأخذ بصور السنن دون ارتباط قلبي بمحبة المتبوع صلى الله عليه وسلم فتصدر عنه جافة ثقيلة على نفسه مستثقلة عند غيره، وبين من يأخذ بها على وصف تذوق معاني المحبة، فإذا أخذ بسنة من السنن أخذ بها ونفحات المحبة تملأ قلبه فيرتقي بأخذه لهذه السنة ويرتقي من يحيط به. إذن فالأصل الأول هو المحبة، أما الأصل الثاني فهو العلم والوعي. والمقصود بالعلم هنا معرفة صفة السنة، كيفية السنة، كيفية أداء السنة، معرفة المقصود من وراء هذه السنة، معرفة الأولويات، فلا يقدم سنة مستحبة على سنة مؤكدة، ولا يقدم سنة على فرض، وتعلم ارتباط هذه السنة بالظرف الذي فيه الإنسان، فلا يأتي بسنة على غير وجهها، في غير محلها، في غير ظرفها. وهنا أتذكر موقفا حصل للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، محمد الغزالي المتأخر المعاصر، كان يلقي محاضرة في شيء من الجامعات، وكان في الصف الأول في المدرج أحد الجالسين الشباب المتحمسين جزاه الله خيرا للأخذ بالسنة، لكن بغير الارتباط القلبي بتذوق المقصود من السنة، بضعف في ذلك وبغير إدراك أو علم أو وعي بظرف السنة ومقصود السنة. كان هذا الشاب يحمل في يده سواكا، ومدة المحاضرة وهو مشتغل بوضع السواك في فمه، فيحركه يمنة ويسرى يمنة ويسرى ويجعله معلقا في فمه، ثم يعود ليحركه يمنة ويسرى حتى شوش تركيز الشيخ وهو يلقي المحاضرة. فالتفت إليه وقال: يا بني، لو كففت عن ذلك لقد شوشت علي، أنت تجلس أمامي.
فرد الشاب هذا متحمسا: إنها سنة النبي، أتنكر علي السنة؟ فسكت الشيخ قليلا ثم التفت إليه قال: يا بني، ونتف الإبط من خصال الفطرة من السنة، أفتنتف إبطك وأنت في هذا المجلس؟ فضحك الناس واستحى هو: نعم، السواك سنة، لها وقتها ولها هيئتها ولها نظافتها في الأداء. فالعلم أساس في حسن اتخاذ السنة، في حسن القيام بالسنة. الأمر الثالث وهو اليقين، وهو طمأنينة القلب على وصف من الاعتقاد الجازم بأن هذه السنة ما دامت قد ثبتت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحت نسبتها إليه، فإنها خير في كل أحوالها، في كل مكان، في كل زمان، متى ما أقيمت على وصفها وهيئتها، متى ما التزم المؤمن فيها المقصود من ورائها. هذا اليقين لا يجعل المؤمن، لا يجعل المسلم يخجل من الأخذ بالسنن، من التمسك بالسنن حتى في المجتمع الذي يختلف معه. فهي خصال ثلاثة: المحبة والعلم واليقين. إذا اجتمعت هذه الخصال الثلاثة في إقبال المؤمن على الأخذ بالسنة، نضحت أنوار السنة على قلبه، وتفتقت بصيرته، وتهيأ لتذوق حقائق هذه السنة، وفاضت أنوارها منه على كل ما يحيط به، فيتأثر الجماد والنبات والحيوان والإنسان بحسن متابعته لهذه السنة، ليصبح المؤمن بذلك نورا يمشي في الأرض، نورا يلج إلى قلوب الناس، نورا يرتقي بكل من يتواصل معه، إذا قابل من قابل وهو متبسم، وهذه البسمة صدرت عن محبة في قلبه، محبة الخير لكل من يلقاه، صدرت عن ارتباط بتبسمه صلى الله عليه وآله وسلم، اختلفت هذه البسمة عن تبسم من يتبسم مجاملة، أو يتبسم عادة، أو يتبسم لأمر يريده من الذي أمامه من شيء من مطالب الدنيا، أو يتبسم تجنبا لشيء يخافه من الذي أمامه. كل أنواع هذه التبسمات تكون باهتة، لا تلقي أثرها في القلب، لا في قلب الذي يقوم بها ولا في قلب الذي يقابله. فلنحرص على معنى متابعة السنة بالمحبة، بالعلم والمعرفة، وباليقين الراسخ في القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بكمال متابعة سيدنا محمد، أن يرزقنا متابعته جسدا وقلبا ونفسا وروحا وعقلا وسرا وبصيرة، حتى لا تبقى فينا ذرة ولا نفس ولا خطرة ولا حركة ولا سكون إلا على كمال المتابعة لحضرته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك التحقق بكمال ذلك وبلوغ جميل ما هنالك. اللهم اسلك بنا في متابعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أرقى المسالك، وجنبنا أسباب الزيغ والخلط والالتفات والمهالك، واجعلنا ممن ارتضيته لقربك، وأدر علينا كاس حبك، واجعلنا من خاصة حزبك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في هذا المؤتمر وفي استشعار أنوار الرحمة المحمدية فيه، وأفض على الحاضرين فيه من فيض فضلك ما تمتلئ به قلوبهم وما يسري منهم إلى كل ما يحيط بهم، وابسط لهم أينما كانوا بسط الخير والنور والبركة والصلاح يا رب العالمين. اللهم وبارك في هذه الجامعة، جامعة الكرم، اللهم أفض عليها من كرمك ومن جودك، ووفق مؤسسها وشيخها فضيلة الشيخ بيرزادة، اللهم بارك فيه وبارك في طلابه وبارك في أبنائه وبارك في ذريته، وافتح لهم جميعا فتوح العارفين، وفقههم في الدين، واجعلهم من خواص عبادك الصالحين، وأقر عين الشيخ بيرزادة في طلابه وفي أحبابه وفيما تجريه من الخير في جامعته، وارفع درجات شيخه العلامة الشيخ الصالح التقي فضيلة الشيخ محمد كرم شاه، اللهم أفض عليه من فائض جودك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وبلغ الكل ما أمل وفوق ما أمل من واسع جودك وكرمك بلطفك واجي أحسانك يا رب العالمين. اللهم وفق إخوتنا في بريطانيا، وخذ بأيديهم وثبتهم على الحق فيما يقولون وفيما يفعلون وفيما ينوون، واجعلهم من عبادك الصالحين، واجعلهم شموس هدى تشرق على بريطانيا، فيقبل الناس على أيديهم محبين لهذا الخير، متذوقين لهذا النور، وادفع عنهم
الضر ظاهره وباطنه برحمتك يا أرحم الراحمين. وارفع عن الأمة كل غمة ومدل همة وظلمة، وانظر إلى عبادك في بلاد الشام وفي كل مكان نظرة من عندك تأخذ فيها بأيديهم وترقي قلوبهم وتفرج كروبهم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.